صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قوم لوط عليه السلام هم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وكل رسول يبعث إلى قومه وهم من مكان واحد. يا أخي أنت واهم، ما إلى الآن ما تبين لك الأمر. قوم لوط هؤلاء في الأردن، في بلاد الأردن، وإبراهيم عليه السلام جاء من أرض كنعان، من أرض بابل في العراق. فإبراهيم بعث إلى أهل بابل في العراق، ولوط أرسل إلى أهل سدوم، يقال لها سدوم، يقال لها البحر الميت، هذا مكانهم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها؟ بل كانوا لا يرجون نشورا. وتسمى بحرة لوط إلى الآن. لم يبعثوا في مكان واحد، من قال هذا؟ نعم.